ففكرنا ليبيا لأنه من الناحية متاعتنا الغربية هناك أقرب، فقلنا نجي ليبيا هنا ونسجل في المفوضية نحاول نواصل حياتنا هنا. حسينا يعني إنه مصراتة يعني ممكن منطقة شوية نقدر نستقر فيها والحياة فيها أسهل شوية من المدن الكبيرة، فالحمد لله بعدين لقيت العمل هذا عن طريق الصدفة. لو أنا عديت مع بنت خالتي عندها مقابلة بتاعت عمل بنفس المحل، الحمد لله المدير طرح لي الفكرة وبعدين وافقتها وقبلته الحمد لله، اسمها عيشانة والأمور ماشية الحمد لله.